اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المكتشف مع اسامه ابراهيم. موجودين النهارده في اثار تل بسطه في مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه عشان نكتشف المكان الجميل ده. الحضارة المصرية واحدة من أعرق الحضارات وأقدمها، فمنذ قديم الأزل تظل الآثار الفرعونية شاهدة على براعة الفراعنة وقدرتهم على تجاوز الزمن جيلا بعد آخر. للأسف في ناس كتير جدا ما تعرفش حاجة عن المكان ده، وعشان كده النهاردة احنا موجودين عشان نوريكم اثار تل بسطة. والمكان كان محتاج ناس كتير جدا تعرفه، ومحتاج ناس كتير جدا تيجي تزوره. الاواني اللي كان بيستخدمها المصريين القدماء حاجة جميلة جدا جدا جدا. هنا يفتقر المتحف لرواده ويتوق إلى أن تسلط عليه الأضواء كما باقي المتاحف الشهيرة. الأدوات يا جماعة بتاعت المصريين القدماء. تحت أشعة الشمس الحارقة نتجول في الأرجاء لنكتشف عالماً لا نهائياً من الآثار والاكتشافات القادمة. المعبودات المصرية القديمة. لو انت من الزقازيق يعني 5 دقايق وهتبقى في المكان على طول، وهتشوف اثار زي اللي انت بتشوفها في المتحف المصري وفي باقي المتاحف اللي موجوده في محافظات مصر كلها. نتوقف قليلا لالتقاط الانفاس واستكمال الرحلة. صنع الفراعنة تاريخا أبديا شاهده العالم في انبهار وإعجاب. في ناس أجانب بيجوا يتفرجوا على الآثار هنا وانت ما عندكش حاجة. الحاجة اللي بتعيش يعني هي حاجة دايما لها قيمة كبيرة. لذا ربما على المواطن المصري أن يقدم للعالم شيئا باقيا، شيئا خالدا على طريقة أجداده. قصة وتاريخ وحضارة وفكر وعلم وفن، كل حاجة. فالحاجة اللي بتعيش يعني هي حاجة دايما عندها قدرة على تجاوز الزمن. استنوا مغامرات جديدة في أماكن بعيدة.